اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى وحنكب الله بإن آيات أفرطا إيا السقال سورة السبع تعالى درس يورا وحاود ما يسقل وحاتنا إن ربي ربك يغذفوه كقنا بالحق على الباطل baadil ku kudul baadidi ba burburi allamul quyub wi allahas qul waxaad ku tiraa dadka u sheegtaa jaa al haqu haqi waajibi wama yubdul baadilo baadilki mar hadduu baabay dib u bilaaban maay wa yuciidu mana soo noqonay marka fiicilku sidii mu'addo oo kale uu yahay laakiin waxa weeye sida fiicil laazim ah oo kale yaa loo dhig wama yuciidu dib u soo noqon maayo baadilki qul yaa waxa ilaahay shaydaanku baadilkii ma soo celinayo dibna u soo celin maayo bay sidana ku deynayna fiicil laazim aan ka dhageyna qul waxa tiraahda jaa al haqu haqi ba yimid wama yubdiu al baatilu baadilkii ma bilaaban doono hada kadib wama yuciidu mana soo noqon doono qul waxa ku tiraahdu sheegtaa in dalalto hadaan anu lumo fa inama adullu waxaan u lumay un cala nafsi naftaydu baan u lumay waxa weeye cid kale wax kuma yeelayo weynista deeyto hadaan hanuunana فبما شيء سببتي ويجي يوحي إلي ربي ربك إي وحيوني إنه ربك سميع كما قلت قريبنا الله وحوليه مرهدي حقي يمين بعد الشيء ما شهو كبحي حقي بعد الموضة شهو كران يقول الله محمد مكي ما كلا فرصي صدح بقول يقول لي زائد سنة مصاة وطيرسن ينتو أشه ساء وطخيدون يقول لي قل جاء الحق وزهق البادل إن البادل كان الزهوق كاسو سنة مولي بهوري كان سلاد وقفق سنة مولي بهوري كد marka mar hadii xaqiimaado baadilku meesha uu ka baxayaa dhinaca kale waxay ku yiraahdeen waliyo diinti aabayowga yaad ka tagso waad lunsantahay bay yiraahdeen wuxuu hadaan lunsanahay anu baa wax siyeeli dan hanuunana waa waxyigi li waxyoodi baa inaan hanuuna aha marka waa dacwada kamid tahay qofku wuxuu kugu yiraahdaa inaad uga jawaabto jawaab saalan dacwada kamid tahay qul waxa tiraaja al haqu haqi baa yimid wama yubdiu al baadilu baadilku ma bilaabanayo وما يعيد من الصوم نقني قلوا حاتلا إن ضللت أنك حدان لما فإنما أدل وحان أقول ما يكلي على نفسي نفتي ذا ونفتي ذا بوحيالا يعيدك الوحميال وإن اهتديت هدان هنوننا فبما شيء سببتي وي يوحي إلي ربي ربك إي وحيوني إنه ربك السميع كمغلوي وحوال بقريب نردو إلهي مركات بريضه وكله يحي صحابة با كله واقضيه الله بريك كله واقضيه اربعوا على أنفسكم للنبي إن الذين تدعون ليس بغائب ولا أسمبود كادوا يريسان من أمغنا من الدقال إيه نفسي نود بي حوصو هذا بو نبي بيت الله حلي ولو ترى حداد أركي لحي إذ وقت فزعوا أي أرققحين فلا فوتا فكش مجلس أي ميلو فكذان وخذوا حان الله سوقب غبا من مكان مكان قريب نلو يعني ميل دو بيتوغان مبحسن كرانوين وقالوا حيدا مركا يضع قيامها لجوه آمنا وارمين به بالقرآن الله حليه وأن اللهم التناوش وأن اللهم سداب أغسنا التناوش اللاعب أي إيمانك اللاعان من مكان مكان بعيد وفوق أدو يدي بالقيم إيمانك اللي اسكا أقبلين الله حليه ما لنت قيامها لتبه مركا مفسدين تو أي أرقى قحان وحسابتي يدن بقود ما شاء الله صعده مركا معرر كران فلا فوت الله tagid uma sumna ma tagi karaan meel uma tagi karaan meel dhubaana laga soo qabqaban meel dhubaa laga soo qabqan macneedu waxa weeye meel fog ay tageen ma jirtee bartaas ay taagan yihiin waxayna yidhiin marka iyada ah quraanka iyo xaqi waanu rumaynay balla waxa la leeyahay xaqay ka laaci karaan miy gaari karaan macnaheedu waa laacida sumad qaan ma meel fog bay ka laaci karaan ma duunki bay u dooni karaan suragal ma waa meel fog anna allahum tanaawushu min makan bayn walaw tara hadaan arki lahayd إذ وقت فزعوا أي أرققحين وقيامة لتشوغه ووح والبال صوبا لغين فلا فوت تجد إي عرر وما سبنا ووكذوا حالك سوق بخبر من مكان ما القريب نولو برتهم بيتاقين ولك سوق بخبر وقالوا حي لهذين مركا مركا لتشوغه آمنا وحرمين به بالحق وحرمين الله حليه وأنا سذابوا اللهم أغسنا التناوش اللاعتان أي إيمانك اللعان أي ساء اللعان من مكان بعيد وأن سداب اللهم بقصونا التناوش اللاعب أي إيمانك جاران من مكان مكان بعيد وفوق والدنيا دي وقد كفروا ويقالوا به بالحق بيك قالوا من قبل هر ويقذفون
وهي كتوريان ملا أول بالغيب وحما قانون أوجين من مكان المال بكتور بعيدين وفوق وحين يجو أوجين يملا أول ماله بيتوريان وحي ليهن اللي هو الله محمد وصاحب وشاعر وكذا قيامة مجره استطبيحنا مجره وحين وحباب أول هين يملاه إسكاغان ماله بقى وحا لقاني وكلا لقاني ويكتوغان ماله ميل غائب هين أوجين وقد كفرود وحي آية ظهر كوير حدن تاهي وأنا سداب وغسنا ذا لهم أتنا وش اللاعيد من مكان مكان أي كلا عاني مانك بعيد وفق والحال قد كفروا أي قالوا بين به بالحق أي كقالوا بين من قبلهم بركي أدون كتوغان أي كقالوا بين ويغذفونا وحي كوغانيان ملا أوالك بالغيب وحما قنبي كوغانيان وحين وحبا كوغين بإسكشيغ من مكان ميل بي كقاني بعيد وفق ويغو أدون كتوغان آخر يكسيها لما بيشرتي كليهين innaga la ino soo bandhigay markaa qiyaamaha marka la tago waxa saa joogay qof walba si diyaar garow Allah hortiisa farxad si aad u isu taagto hada si diyaar garow masjidkan inuu fadhina kamila diyaar garow wixii la wala kala dhex gali bayno dhexdooda iyo bayna ma yashahuuna waxay jiclaayeen oo dambi dhaafiyo janna kama fuula sidii lagu falay bi ashaacin ku iyaga la nooc aan qabla hor lagu falay waxa ay jiclaayeen iimaankii bay markan dambe garteen markan dambe inay iimaan yeeshaan oo ay xaq gartaan oo jannada ay tagaan bay jiclaan lahaayeen ummadihii horeba sidii loogu galay sida bayagana loogu galay wal kala dhex galay meel ay u noqdaan oo dambe ma jirto way ka yimaadeen meeshii iimaanku joogay wixii la wala kala dhex galay baynahum dhexdooda iyo bayna ma shay dhexdi yashtahuna ay jiclaayeen inay jannada galaan kama fuula sidii lagu sameeyay bi ashaacihim kuwa iyaga la nooc ah min qabl hor lagu sameeyay kuwan iyo kuwaasiba innahum yaw kaanu waxay ahaayeen fi shakki shakki bay ku jireen muriibin oo xoog leh shakiga xoog leh baa muriib la yiraah raaba waa shakki lafti marka muriibin waxaa laga cabiraa shakiga xoog leh weyn innahum yaw kuwa la caqabay kaanu waxay ahaayeen fi shakki shakki muriibin oo xoog leh xaq way ka shakisnaayeen